واش العسران؟ لا. واش الدراري؟ لا. واش الدراري والدريات؟ لا. واش العسران؟ واش الدريات؟ كاين واش الدريات كي كاول يخصي ضروري اللي قالوا شي طريق. واش العسران؟ واش الدريات؟ معكم وشامين في نسيخ ومرحبا بكم فلوغ جديد. ولا الدراري شكرا بزاف، حنا غادي تقريبا 150,000 ابوني لاشين وغادي 60K في الانستغرام، دونك 60K باقا ما كملاش. بغيتكم دابا تدخلوا اللي ما عنديش في الانستغرام يدخل عندي، وهذا هو البلان في هذا الفيديو وفي هذا الفلوغ. يعني هذا غندير فيديو البارتي، الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع غيتصنتوا له البارتي، من بعد انا غادي نكمل الفلوغ ديالي خارج مع السوس، غادي قاري ولا شي عندي لافار، دونك الفلوغ غيدوز زوين كيف هذا الدراري. وهذا هو البلان، الموضوع اللي بغيت نهضر معاكم فيه، يعني كنشوف بزاف ديال اليوتيوبر كيهضروا كيفاش تنقص الوزن في رمضان، كيفاش دير هذه في رمضان، كيفاش دير هذه، ونساو واحد الحاجه اللي هي مهمه. شنو هي الحاجه اللي مهمه؟ بحكم ديالي انا عايش في واحد لونتوغاز شعبي كامل في درب السلطان، في درب الشرفه، كنشوف دوزت رمضان بزاف تماك، كنشوف ناس الدراري كيفاش كيعيشوا، كنشوف يعني شفت وعشت وجرب درت كلشي، ولقيت واحد الحاجه اللي هي مهمه وغافلين عليها، سيرتو الاولياء الامور، ولكن كنوجه لهم هذا الميساج هذا، بغيتكم تردوا البال لولادكم في رمضان، كيفاش غترد البال لولدي؟ راه انا عارف رمضان راه هو واحد الشهر ديال العباده، واحد الشهر ديال المغفره، واحد الشهر ديال التوبه، واحد الشهر اللي خاصك تصلي فيه، خاصك تعبد فيه الله، خاصك تريني فيه، خاصك تكسب فيه صحتك، ولكن هادشي كنشوفو انا في لونتوغاج اللي عايش فيه، كنشوفو هادشي كيولي بالعكس، ان رمضان هو الشهر اللي كيتبلاو فيه الدراري، هو الشهر اللي كيدعوا فيه الدراري، هو الشهر اللي بزاف ديال العباد، هادشي انا بغيت اولياء الامور يردوا البال لولاد، يعني ماشي تفطر رد البال لولدك. حيت ولدك في رمضان اللي نخبيتش عليه والله تيتبلى، حيت حنا انا فاش كنت داك السن ديال ولدك اللي هو 17 عام 18 عام، راه فاش كنخرجوا راه كتبان لك الشيشه، كتبان لك هادي قهوه، مشينا مشينا. لا انا بغيتكم تردوا البال، هو الميساج ديالكم الدراري، الدراري دير اي غلط في حياتك، الغلط اللي ما بغيتكش ديره هو ما تبلاش، حيت الله يستر الا تبليتي ما غدير والو في حياتك، البليه عمرها تخليك تزيد قدام. سمعوني مزيان الدراري، الله يرحم لكم والدي، ما تبلوش ما تبلوش ما تبلوش ما تبلوش، البليه راه خايبه، وهذا نداء اولياء الامور، ردوا البال لولادكم في رمضان، راه يقدروا تبلاو لكم، ردوا لهم البال. وهادشي اللي كاين كنشوف بزاف ديال الدراري كيهضروا اليوتيوبر كيهضروا غير على كيفاش تنقص الوزن كيفاش هادي، هذا الموضوع هو اللي بغيت نهضر عليه، وهذا الميساج هو اللي بغيت نوصل لاولياء الامور، يعني كما قلت لكم عاوتاني بحكم انني عايش وشفت وجربت. لقيت رمضان انا هو الشهر كيتبلاو فيه الدراري، اقسم بالله حتى اللي عمرو دار شي حاجه كيديرها في رمضان، واخا هو الشهر ديال العباده وشهر ديال المغفره وواحد الشهر عظيم وكبير عند الله، ولكن دوماج كنجي نشوفوا ان بنادم كيتبلا فيه، بنادم عاد كنجي هذيك الشهوه باش يمشي يخرج، يمشي يسهر، يمشي للخاوي في عين الدياب، يشيش، يكمي الحشيش، يكمي هذي، اقسم بالله العلي العظيم شاشي الحقيقه، راه الحقيقه هذه الحقيقه. والنصيحه ديالي انا اصدقاء السوء بعدهم النوم وتادوا اصدقاء السوء، يا رب يشافوا عليهم والله يعاونهم. انا بغيتكم الدراري تكونسونطرا مع راسك، تعاشر مع راسك، تصاحب مع النفس ديالك، حيت النفس اماره بالسوء، النفس غاش امرك بشي حاجه اللي خايبه. لا انا بغيتك تعاشر مع نفسك وترد واحد النفس طيبه اللي غدير انت وياه واحد كولابوراسيون وغتزيدوا قدام، خاصك ترضي نفسك ونفسك ترضيك وتكونوا معاشرين باش تزيدوا لقدام. الا ما كنتيش شاط معاشر مع نفسك راه ما يمكنش توصل لفحال. هادشي اللي بغيت نقول لكم، ترينيو رياضه او ميسكيلاسيون كتخليك تكسب واحد الثقه في النفس، يعني كتثق في النفس ديالك، خاصك تفهم كتثق في النفس ديالك، تربي فورما، تكون عندك واحد التفكير زوين، كتكون نقي من برا ومن الداخل. يعني انا بغيتكم تستغلوا رمضان، تستغلوه بواحد الطريقه زوين، يعني تصليو فيه، تعبدوا فيه الله، تختموا فيه القران، يعني ديروا بزاف ديال الحوايج زوينين، سيرتو لونطريمون. يعني قبل الفطور بلاص انا ونبو في راس الدرب ونشوف هذا مضارب ولا نضحك مع هذا ولا نتبرقل بهذا ولا ندير هذه، لا كيقرا الفطور بواحد الساعه في المكانه، شوف شي صحابي اللي زوينين، صحابي اللي باغيين يزيدوا قدام، صحابي اللي باغيين يديفلوباو، شي واحد غلاط باغي يضعف، شي واحد ضعيف باغي يغلط، ونتحدوا مع بعضياتنا ونمشيو نجريو في جرده، نمشيو نترينيو، نمشيو نديرو هذه، نمشيو نديرو هذه، بحال هكا غتزيد قدام. وانا اللي كنقول انا اللي كنقول ان رمضان هو الشهر بحال قلتي لا سيروم، كتسوري على راسك عام، يعني العام كامل كتسوري على راسك باش في رمضان الا صليتي فيه وعبدتي فيه الله ودعيتي الله وصليتي التراويح ديالك ودرتي حوايج زوينين، اقسم بالله العام كامل ما يضر ما تاذيك حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين، نتمنى الميساج ديالي يكون وصل، وهذا هو البلان، وكان معكم وتامير في الشيخ، وبغيتكم تسناو. بالنسبه للناس اللي كتهموا لهاد البارتي يحبسوا ويمشيو، وبغيت العشران اللي كيتفرجوا في وتامير راه مازال الفلوق طويل ان شاء الله. وهذا هو البلان، وبيس اوت، والله يسهل عليكم الدراري، والله يفعل الناس اللي مبليين.
احنا دوزنا داكشي وهادي. الا بغيتوني نهضر لكم كيفاش تحيد بليا في رمضان، كيفاش تنقص الوزن، بغيت المواضيع اللي جايين نتوما اللي غتقروهم وانتوما اللي غتعدلوهم الكومونتير اللي غيكون جامع عليه لايك بزاف هو اللي غنهضر عليه. وهذا هو البلان وبيس اوت الدراري، كملوا الفلوق يا فين. المهم الدراري دابا وحده يلا خرج من الدور، هذا بنزليه غادي قاري مع الزوز، ولكن قاري مع الوحده ونص غنمشي معطل، غنمشي نزل لي روبا ديال 10. وهذا هو البلان، نروح على بنزليه صافي زوينه. اسمع الشكارشي خاصني نمشي دابا للسونطر والماكله ديالي دابا فين الكرام والماكله. ماكلتي يا مرتي فين ماكلتي فين ماكلتي ورا شبيري. خليني نمشي نقرا الدراري عندي هنا لي كويس خوضة ديال الدجاج. شحال من فقاد هنا كاين؟ كاين 6 ولا 7. عندي هنا الدجاج شحال هنا ديال الدجاج؟ عندنا نص كيلو ديال الصدر خاصو يطيب بحال هكا غير مع بصله والزيت. المهم دابا كلشي ناضي، الشكاره ناضيه، نحركو الصونطر على الشدر. هو المكمل الدراري. يلا حطك طاكسي وعيط لي نجيبك. الياس ما جاش موطوري ليه باو شي 132 132 مزيان. المهم الدراري حنا راه معطلين، دخلوا دابا الصونطر ونشقاش هو. هما مكملين. الياس باش الموطور مبروك اخويا الياس، مبروك بيع وسري اخويا، مبروك بيع وسري. شنو هو الموطور الزرع بيه؟ اش الزرع بيه؟ الحشيش شي حاجه ولا تاكلوا بروتين ولا دجاج؟ انا خطي ماكس. تريني معايا اليوم الياس؟ تريني معايا اليوم؟ تريني معاك حلف بالله. صافي نخرج نمشيك معايا اللي بغيتي. شنو العضله الضعيفه عندك؟ هي كلشي مالو يا راجل كامل وضعيف ولا كيلفار غير مشمن شو عينك باقي. لا حول ولا الله يعفو عليه اخويا سعيد. الله يسندك تريني معايا. المهم الدراري والله حتى هو عدتو ناخذ ليه بروتين ويدخل التريني ويجمع راسو. شبال صافي انا معاك عشان الله شي دابا ما كاينه لونطري كاينه لونطري. ولكن شنو هي العضله الضعيفه عندك اللي بغيتيها تكبر؟ راه قلنا لك كلشي يا صاحبي ولكن نبداو من الفخار. هيدا ان شاء الله السي والله الا عنده موتيفاسيون باغي يبدا من الفخار. اش بالك السعيد اش كتقول؟ لا اله الا الله. ها؟ عشيري عشيري ان شاء الله عليك. الرجل من اللي تقدر والله شي 10 هادو والله غندخلوا يدخلوا التريني صافي. اليوم غنديو ان شاء الله يتريني معنا. شتي معايا راه دابا صافي دخلوا صافي. ها؟ من اليوم مشي من اليوم انا غنعطيك ما تلبس يجي وقلت لك ها؟ انا غنعطيك الدراري باش يلبس ويشوف اليوم مشيت معايا مفرقع عليك زي معايا انا شحال من روب زي معايا بزاف كاريا ناشفه هاو بالزقه
الزقشة الله 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 يجيب بالزقات ها بالزقة بالزقة ليش فكر ها بالزقشة كارينات كارينات أيمن أيمن كارينات شكرا انا اخوي الله يرحم والديك خرجنا دابا مع الربعة وسعيد من الصباح ومبرص لي راسه بغى يتحداني قال لك فاش تراكس يلا سير ضرب طيح يلا طيح ونوي كاع شي الله يشد كامل شد اخويا شد لكم اخويا كاميرا شوف فين شوف فوق الطاجين يلا سير الدراري طاجين شميد كنجي عفك سعيد انا صور لي لا عريش هنا كيبان عرايف سير هذيك صغيبه هذيك سير دابا شحال دابا ضربوا عشيري دابا نص 100 روكو فوم شفرقع هادي ديالي حيد ولا امام يمين سير خلي خلي يلا امام يمين يا حيد صافي امام يمين يلا سير ترى انت ما كتعرفش المهم انا الحاجه الوحيده اللي عجباني هذا النهار في الفلوق هو اياس غيتريني معاه اين عاد غتريني فامو فامو اياس نواشي نواشي شنو غتريني اليوم نتريني في خيداشي لا علاش غتريني في خاد لعب واحد الماتش 20 هالخميس مع من فشاش بربوح عشيري بربوح بربوح روبو ان شاء الله روبو عمل عجبتني دراري والله شغل ناخذ ليه بروتين وان شاء الله فيه والله شغل يتقطع تيقوا به العضله الضعيف عندك شنو او شنو قلنا لك كلشي ضعيف كلشي ضعيف ان شاء الله واحد جينا ان شاء الله غادي نمشي نوريك لي زابدو الله يهرب لك والله ما عندك انت بعدا ما شي ان شاء الله الصلاه سعيد بغيناش دابا لا ريح صافي خلي ان شاء الله خلي على خلي دبرت ولا لي فار الياس ضايع حيد ويكس والمهم العسران انا خرجنا انا والياس خرجنا مع الساعه ونص غنمشي معاه للدار بالزز وغيمشي غيسمع حويس لاصال وغيمشي تريني معايا الياس اليوم صافي ما يمكنش ما يمكنش الياس قال لك عنده ماتش بعد غدا ان شاء الله دونك خاصو تريني الفخار باش يوصل الماتش والماتش مع من لعب فاشيش وبربوح ان شاء الله تروب ونجيبوها نجي خذ خذ فوالا الدراري اللي كاين ودابا نتقاسعوا في السباجه درب الياس واه حنا جينا دابا لدار الياس او كيفكم كيسكن هنا اي كيسكن هنا دابا كيوشد العباد ديالو يعني الصبر ديالها اللي كاش قرات الماتش
يا كإليس قرأت المال لأي باش مشطار لا لا تقرأ تقرأ عندك تقرأ عندك اثنين ثانسة تقرأ عندك إذا يصربوا فانوية شائش شائش هذي يا واحد دري كادو منه مهم كيش يدري لغي عرفوا إليس راه كان خدام في سيجي كلوب وباقي لحد الآن كي تسألهم فلوس مبغوش يعطيو ديالك كاين شنو الميساج اللي باغي توصل لهم إليس ميساج عاودينا عاودينا القصة ديالك مع سيجي كلوب بلا كاين القصة الأول ماشي هامش كاين ترينا عند فرقة غادي نمشي قودو شكون سيجي اسد واحد خونا بعدا سميشو امين هو الجارو ديال دي سيجي كلوب ديال عين السبع عين السبع شحال كتسالو كنسالو مع خويا 2000 درهم ما عطاوك منها والو 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 وشنو كطالب دابا؟ ما كنطلب والو دابا شنو تفرقع هذا غادي ان شاء الله عاد نتفاهم دابا صاحب الياس دابا الجماعة راه لا صافي كيلعب ليا الاول شنو الميساج اللي بغيت توصل للدراري في هذا رمضان؟ دراري حيت انا ديجا هضرت في واحد الموضوع واش انت متافق معايا في البلان سمعني شنو نقول واش متافق معايا ان الدراري لا بليبار كيتبلاو في رمضان؟ كاينة فري والله شو كاينة بالله واش كاين ولا ما كايناش؟ كاينة الدراري والله اغلبية ديال الدراري كيتبلاو في رمضان عاد كيحلى لهم الشيش كيحلى لهم دونك شنو الميساج اللي بغيت توصل لاولياء الامور وتوصل حتى للدراري اللي جاو اللي كيتفرجوا؟ الاولياء الامور ما عندهم حتى شي دخل في هذا الشيء حيت ما يمكنش لهم يشدوا والديهم فهمتيني يحذيوهم لا ما يمكنش خاصهم هما اللي يحذيو رؤوسهم ورمضان في العود ما تفطر وتخرج تمشي تقول نضرب جوان ولا هادي تمشي نتريني تمشي نتريني والله الدراري حيت شي كيجرش هذاك الشيء الياس الياس راه باقي صغير ولكن ان شاء الله انا الا بغى يعاون راسو راه نوقف معاه شي توصل شي فور الله يحفظك يا شيخ انتم عقلوا لي مزيان انتم عقلوا الدراري ها ما يمكنش سير اخويا سير اخويا الياس اسكال يلا كابريولي الدراري تقاشعوا في الدار دابا خصني نحط الكاميرا في بلاصتها وهذا هو البلان المهم الدراري حنا وصلنا دابا للميغا فورم الي استراحه فورم الي كل يوم غدا الصباح الصباح كنسحب الي ما يمكنش المهم الدراري حنا دابا عاوتاني في اداره بروموسيون راه باقا شحال باقا هذا خويا باقا باقا رمضان ان شاء الله ومازال رمضان ياه رمضان ومازال رمضان ومازال دونك شوف شقيدو 20 تقاشعوا ولا غيكونوا بلانات زوينين وكومبيتيسيون اللي كنديروا كل شهر هذيك غنديروها مرة رمضان ان شاء الله ياه دونك غنديروا كومبيتيسيون لا اللي كنديروا الدراري كل شهر هذه كل شهر يعني في الاخر ديال رمضان غنديروا عاوتاني نرجعوا لي تشالنج اللي كنديروا في كل شهر وبالنسبه للكومبيتيسيون كبيره اللي غتكون مان فيزيك ديال الدراري ديال ميغا فورم من 18 عام او من 17 عام ل 20 عام تا غنديروها مور رمضان وهذا هو البلان نجيو تقيدو كل شهر ب 400 درهم زوينه ياك اخويا All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. All my life you could never take it from me. Got the confidence of every motherfucker who said fuck me. Go figure now the boy here rising like the sun in the morning. Yeah, that's the horizon. Raise the bar like Verizon. In my town, I'm the flash, you see the sun shining, forever climbing, oh never mind it, we in different climates, and I'm the hottest up in here, like Jordan in game 6, let's be clear, let's be clear, all my life I knew I had, all the swag, all the swag, all my life I knew I had, to get that bag, get that bag, yeah. All my life, 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 my life. Look, my next move to the stars, so that's mark my words. The best dude by far. I don't know what y'all heard. I got my team in the building as we walk this earth. Forever on some different shit, I'm blessed with a curse. Blessed with a curse, I'm something like it's William Blake. Shakespearean flows, go and get me all the cake. What you really want to say? You ain't got this knowledge. Reason why you failed out, dropped out of college. I see it so I call it, stupid alcoholic. Please check what's up in my wallet. I think I'm really ballin', so holy with these words. I declare I'm a prophet, you was never one dog. Cause you was never honest, truthfully, honestly.
لا 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 واو. All I ever did was cook, and now I got them heads spinning. Now they pointing, saying, look, 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 look. Well, here's another for the books. I just pull up to the scene. I had it popping from the jump. Had them sipping Jack D. I have them rolling hella blunts. I'm just fucking up some digits. Yeah, these bitches know what's up. Director and an actor, plus I do my own stunts. Like, oh, what happened? Oh, oh, what happened? The rap game's Aladdin goes all the way savage. Oh, now I do. هلا اسمه اسمه ها يلا سير سير اسمه اسمه يا 15 يلا اسمه اسمه الياس صح والله والله سير Elias. Ué, chefe. Sim, sim, sim. Ah, charmei. Mas dva seons, Elias, ó. Eu não sei, chefe. 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 إليس قال لي نمشيو نضربو شي لعيب على حسابو زعزع شنو شنو زعزع الدراك يخ صافي دابا انت شوف انا باش ما نريبش عليك الروبا على حسابي انا عندي روبا عندك شي روبا تاكل شي لعيب وانا نخلص عاد شنو نضربو زعزع يلاه نمشيو نضربو صافي تشنا ناكلو ونمشيو نضربو زعزع صافي باش ما نريبوش عليه حسوم اول نهار نقول فوز ليش؟ شو شو نقول فوز الله. أنا دريت السنة زوينة. خدمت بروغرام بي بي إل خدمت يوم اسميشو صدر وكشاف. أشي اللي كين كاميرا بدي شارجة. الباتري حاطه كي شارجة فوق. وهذا هو برنامج شلون؟ شلون دوس؟ إيدي أسرام كتران شو؟ جاي المشاش كان ممكن شاشيرة
ودابا سالي انا لونطريمون الياس هو يقول لي شنو الياس دري عشي شنو اقسم بالله عشي شنو هي احسن حاجه في هذه الرياضه علاش كتريني وكتسالي وكتدوش والله شا كتحس براسك ملك صغير احسن من بالله دري الياس راه تخار ما خضرش يزيد يزيد والو عشي والله شك شاف المهم بخير الحمد لله دابا هذا الوقت اللي جيتي ضيع شي في لونطريمون كم بقيت في راس الدرب شحال من كاره تكون فيه ولا شحال معايا دابا هاد الوقت هذا اللي ضيعت في البلية شحال معايا كون كنضيع في لونطريم كون راه بحال فيه الجيخ والله ما يمكنش والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخويا الياس ترجع ترجع بقوه وهذا هو البلان دابا نمشيو تعال شي اللي كاين الدراري ونتخاف فيت الياس المهم الدراري حنا جينا دابا جينا مع الياس غياب انا عندي روبا ديالي عندي روز وعندي سميش ليكويت فخاد ودجاج فخاد الدراري مزيان في لاماس الدر ديال الدجاج مزيان في لاصيش هذا هو البلان الياس هو غياخذ ليكويت دوموندي شي لا لا تاعي دابا نمشيو تاعي ونمشيو نضربو لا فوق جينا عاوتاني عند زعزعني نضربو شي زعزع شي فين هنا نقف شارع محمد السادس جا على جا في درب كبير المهم حلابة مقابل مع اخ ماسي ماشي اللي كاين الدراري بنادم كيشوف كاز الكاميرا بحال ما عرفتش شي حاجة المهم الدراري اجواء كبيرة خويا الياس جوا زوينة فلوغ غيسالي هنا عشيري واقع نعم عشيري فلوغ غيسالي هنا غيسالي هنا عشيري قول له كان معاكم شاميت فيت وكان معاكم شاميت فيت الياس فيت الله دراري اوريكم اوريكم اللعيبة كثيرة ونرد عليكم شكرا ندير لكم باي باي وهذا الدراري الياس تحاول راحة مهم الدراري فلوغ غيسالي هنا كان معكم متشامل في الزيخ وكان معكم في الياس نتمنى تكونوا تموتيفيتو في الفلوغ نتمنى تكونوا استفدتوا يعني خديتوا واحد الانيرجي اللي تقدر تعاونكم يا تحيد بليا يا ديفلوبي راسك تولي تريني بزاف ديال العباد شي واخا ما تحيدش البلية تريني لا لا ضروري تحيد البلية بشوية بشوية فوالا هادشي اللي كاين نتمنى الميساج تكونوا فهمتوا وهذا هو بلان كان معكم باش تولي تريني تلقاو في الفلوغ الجاي نتعاود كنبغيكم بزاف تحية